أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد ظهر عاشوراء كان كل شيء منتهيا، فالجيش الأموي اللجب كان قد سحق معسكر الحسين تماما، وقد قتل الرجال وقطعت رؤوسهم وأحرقت خيامهم، ولم يبق من أهل البيت في كربلاء إلا امرأة ثكلى وشاب مريض ومجموعة أيتام وأرامل. وظن العدو أنه أحرز انتصارا نهائيا على رسول الله في ذريته، لكنه نسي أن للكون ربا، وأن للرب الخلق والأمر، وأنه للظالمين بالمرصاد، وأنه ما ظفر من ظفر الإثم به، وأن الحكم مع الكفر يدوم ومع الظلم لا يدوم. لقد بدأ كل شيء من ظهر عاشوراء، فها هو الحسين بعد أكثر من 1360 عاما منارة بحجم التاريخ، وقبة بحجم السماوات، والسيف بحجم انتقام الله من أعدائه. الحسين اليوم هو المنهج، وهو الخطة، وهو المشروع. أما دروس عاشوراء فلا تنتهي، فالدرس المليون فيه يقول إن من يصارع الحق فسوف يصرعه الحق، وأن من يخضع للباطل فسوف يغدر به الباطل، وأن من يتبع إبليس فسوف يخذله إبليس، أما الذي يقف مع الله فسوف يقف الله معه، ومن يدافع عن الحق فسوف يدافع عنه الحق، ومن ينتصر للعدل ينتصر له العدل. فالله لا يخذل وليه، والحق لا يخون صاحبه، والعدل لا يتجاوز من ضحى من أجله. وها هي دماء الحسين تزداد سخونة عاما بعد عام، فتحرك العواطف النبيلة في المؤمنين، فيتركون بيوتهم في أيام محرم ليخرجوا إلى الشوارع وهم يهتفون باسم الحسين ويرفعون رايته. أما الدرس الواحد بعد المليون في ثورة الحسين فإنه يقول: من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. والدرس الثاني بعد المليون في ثورة الحسين يقول: إن من يقتل في سبيل الله يصبح قوة عظمى لا تغيب عنها الشمس، فلو سافرت يوم عاشوراء إلى أول دولة تشرق عليها الشمس وهي نيوزلندا لوجدت المؤمنين هناك كلهم يتجمعون حول راية الحسين ويهتفون باسمه: يا حسين يا حسين. ولو استطعت أن تحط في نفس اليوم في آخر دولة تغيب عنها الشمس وهي كندا لوجدت المؤمنين كلهم أيضا يتجمعون حول راية الحسين ويهتفون باسمه: يا حسين يا حسين.
ولو قطعت باقي الكرة الأرضية كلها في اليوم نفسه، فلن تسمع في مساجد المؤمنين وفي حسينياتهم وبيوتهم وأزقتهم وشوارعهم إلا صرخات يا حسين يا حسين. أما الكوفة عاصمة ابن زياد فكلها متشحة بالسواد حزنا على مقتل الحسين. وأما الشام عاصمة الأمويين وعلى رأسهم يزيد، فتشع فيها منائر الهدى على قبر زينب بطلة كربلاء ورفاتها. والدرس الثالث بعد المليون في ثورة الحسين يقول: إن البطولة هي أن تتحمل المسؤولية يوم يكلفك تحملها حياتك، ولا يوجد حينئذ غيرك من يفعل، فأنت البطل حينما لا يكون معك أحد، وأنت المنتصر حينما يخذلك الناس. هذه بعض دروس عاشوراء.